هذا الموضوع هذا ديال الكلاب الضالة والحيوانات على شكل عموما خصنا نلقاو اليوم حل وحل جذري. حنا مقبلين على كاس العالم، ما يمكنش انت جالسه في قهوه مشى كتطلع عليك كتنقص عليك فوق الطابله. انا كنت جالسه في ريستورو مصنف ويطر عليا قطه هي قمشاتني، دونك انا مخلوعه دابا ما عارفه شنو غتكون. دونك انا بالنسبه ليا راه هناك جوج ديال المسؤولين على هاد الكلاب الضاله ولا هاد القطوط، راه كاين مسؤوليه ديال المواطن وكاين مسؤوليه ديال الجماعات المحليه. المواطن راه حتى هو كيخرج الاكل لهذيك القطوط، الا كانت بغيتي شي قطه وربيها عندك في الدار ما تلقاش في الزنقه، خاصها دي فاكسان، خاصها بون بريزون شارج. حنا ماشي ضد الحيوان، الحيوان توا راه اليف، ولكن ما خاصو يكون حيوان اللي هو عنده لي نورم ديالو، كيعيش حتى هو بكرامه ديالو، ماشي في الزنقه. لانه كتلقى المواطنين اولا كيخرجوا الاطعمه كيوسخوا لينا البيئه، ثانيا انهم كيربيو الطوبيجي، لان القطه كتولد جوج مرات في العام. يعني الا كانت قطه وحده راه غادي تولي عندنا 10 القطوط، وكل قطه هكذا وغاديين هكذا في التسلسل ديال الانجاب ديال القطط. كذلك الكلاب الضاله، هناك امراض كثيره، يعني حنا كنعرفوا لاغاج لي ترونسميم بلا صليب ديال ليشيا، كنعرفوا الامراض اللي كتنقلها القطط براسهم. كاينين الوليدات مساكن ما عارفينش كيخرجوا الزنقه كيبقاو يلعبوا مع دوك القطوط. الجماعه هي تلقى حل جذري لهاد القطوط هادو ولا هذا هي الاستئصال ديالهم، الاستيريزاسيون ديالهم، ويلقاو لهم واحد الاماكن اللي فين يحطوهم. طبيعه الحال اللي حنا كمسلمين نورمالمون الكلاب ما خصهاش تعيش معانا، كل واحد عنده فكره ونحترموا الافكار ديال الناس. حمايه الكلاب ولا الحقوقيه ديال الكلاب راه ماشي نفس السن ديالنا حنا مسلمين. دونك انا كنشوف انه هاد الكلاب توضع عليهم واحد اليو فين تما فين يعيشوا فين، ولكن ما خصهاش هاد التوالد نوقفوا التوالد. يلفو فيغ بون بلانيفيكاسيون ديال يلفو فيغ اون تري بون كونتراسيبسيون باش ما يبقاوش غير يتولدوا لينا.